وفي المنى بيبدأ معانا العشاء مع والدتها وزوج والدتها في بيت واحد، وبتكون أنا متفوقة جدا في دراستها وموهوبة جدا في العزف. وفي يوم بتكون أنا بتعزف في أوضتها، وبعدين فجأة بيدخل عليها زوج والدتها وهو سكران وبيقعد جنبها، وبعدها بيبدأ يلمسها فبتوقف أنا عزف، وعينيها بتكون فيها نظرة حزن، والظاهر إن جوز والدتها متعود يعمل فيها كده. بتحاول أنا تبعد عنه وزوج والدتها بتعصب وبيرمي اللي تشيله من إيديها، وبيضربها وبيشتمها هي وأمها وبيقول لها إن انتوا المفروض تبقوا ممتنين ليه. وبعدها بيزوق أنا على السرير وبيبدأ إن هو يجبرها إنها تقلع هدومها ويتحرش بيها، وقبل ما يغتصبها بتحاول أنا تزقه لكنه بيضربها بعنف، فبتزقه أنا بأقصى قوتها فبيقع زوج والدتها وبتدخل في رقبته إزازة وبيموت، وبتنهار أنا لكنهم بيقبضوا عليها. وبيجي يوم المحاكمة بتحكي أنا عن كل اللي كان بيحصل معاها كل يوم، وعن اللي زوج والدتها عملوا فيها في آخر مرة، وبتقول إنها ما قتلتوش بقصد، قتلته غصب عنها لأنها كانت بتدافع عن نفسها، لكنها بتتفاجئ أنا إن والدتها بتشهد ضدها، وبتقول إن جوزها عمره ما لمسها وإنها بتكذب، وبسبب إن مفيش شهود ولا أدلة على جسم أنا إن بتثبت إن جوز والدتها يحاول إن هو يعتدي عليها، وبيحكم عليها القاضي بالحبس لمدة 4 سنوات. وبتنهار أنا إنها حاسة بالظلم وإن والدتها شهدت عليها عشان جوزها، وبتروح سجن الأحداث، وهناك الضباط بيعاملوها معاملة وحشة جدا وبيقلعوها هدومها وبيرش عليها مية لحد ما يودوها على زنزانتها. وهناك بتتعرف أنا على شركتها في الزنزانة واللي بيكون اسمها جيني، وبتكون بنت هادية جدا وانطوائية وطول الوقت بتقرا كتب. وبتسألها أنا عن المدة اللي قضيتها، قالت لها 4 سنين وفضل لها سنة وتخرج. فبتنهار أنا أول ما بتسمع الرقم مبتكونش مصدقة إنها هتقعد المدة دي كلها في السجن. وبيجي ميعاد قفل الأنوار وبتنام أنا في مكان غربتها، وتاني يوم بتنزل أنا لساحة السجن وكانت أنا بتمشي لوحدها، وبتيجي بنت اسمها كلودي ودي اللي بتكون رئيسة عصابة جوه السجن، تتعامل معانا بوقاحة وتهددها إنها تنضم لعصابتها، لكن أنا بترفض وبتقولها إنها عايزة تبقى لوحدها، فبتقولها كلودي إن كل اختياره ليه عواقب، وراحت سابتها ومشيت. وبيجي ميعاد الفطار وبتقعد أنا لوحدها على الترابيزة، لكن فجأة بتيجي كلودي وعصابتها وبتجمعوا حواليها وبيهددوها للمرة التانية، فبتقولهم أنا مش مهتمة بعرضكم ده، وبتسيبهم وبتمشي. فبتزهق كلودي على الارض وبتقع منها الاكل، وبتقول لها ما تلفيش ظهرك وانا بكلمك. وبعد شويه بتبقى انا بتنظف ممرات السجن، وفجاه بتيجي كلودي وعصابتها وبيشيلوها وبيدخلوها غرفه المنظفات، وبتقول لها ده المكان الوحيد اللي ما فيهوش كاميرات، وبتضربها كلودي هي وباقي العصابه، وبيقولوا لها لو بلغت عنهم هيبقى عقابها الجاي هو الموت. وبعدها بيتم نقل انا لعياده السجن، وبتحاول المحققه تعرف مين اللي عامل فيها كده، لكن انا بتقول لهم ان المكان كان ضلمه وما قدرتش تتعرف عليهم. وبعد كده فبتحاول الممرضه انها تطمن انا، وبتقول لها انا عارفه ان انت جديده فحاول ان انت تتاقلمي على المواضيع دي كلها، فبتقول لها انا انها مش عاوزه حاجه غير انها تتساب لوحدها. فبتقول لها الممرضه انت محبوسه في اقذر مكان على الارض، فمستحيل تكوني لوحدك كنت في المكان ده. فبتقول لها لو عندك مشكله تقدري تتكلمي مع فرانك مدير السجن. قرر انا انها تتكلم معاه، وبتروح انا على مكتبه على طول، وبيكون ساعتها فرانك بيتفرج على الملف بتاعها وبيعرف انها بنت متفوقه، وبيقول لها فرانك بقى انا عارف ان انت مختلفه عن كل البنات اللي موجوده هنا في السجن، وانها مش المفروض تكون في وسطهم، لكن لو عايزه الامان والحمايه هو هيديها لها لكن بمقابل حاجه بسيطه. وبتفهم انا ان حتى مامور السجن بيحاول ان هو يخش معاها في علاقه، فبترفض انا وبتخرج بره المكتب وبترجع على اوضتها. وهناك بتسالها جيني لو المامور حاول يتحرش بيها، فبتقول لها انا انها تعبت من محاوله كل الناس اذيتها. فبتتاثر جيني جدا وبتحاول تهديها، وبتخرج انا لساحه السجن وبتتعرض رئيسه عصابه تانيه، فبتحاول انا انها تدافع عن نفسها فما بتعرفش. فبعد ما بتتعرض للعنف من كل اللي في السجن فبتقرر انها تنضم لكلودي وعصابتها، وبتروح انا للمكان اللي بيقعدوا فيه، وهناك بتمنحها واحده من العصابه فبتضربهم انا عشان تثبت قوتها. فبتوصل لكلودي، وكلودي بتقول لها اضمن لك الحمايه بس انت تنضم لعصابتنا، وعملوا اجتماع وطلبت كلودي من انا انها تضرب رئيسه العصابه اللي تعرضت لها، وبعدها بيدوها مشروب وبيخلوها تدخن معاهم، وبتنفذ انا المطلوب منها وبتضرب رئيسه العصابه التانيه. وبيجوا الحراس يوقفوا الخناقه وبياخدوهم كل واحده على سجن منفرد، وبيخلوا الحراس انا تقلع هدومها ويحبسوها في السجن الانفرادي لمده 72 ساعه من غير هدوم. بعد ما بتخلص المده بيوديها لمدير السجن، وهناك بيقول لها انت اتحبست 72 ساعه بس عشان رفضت عرضي، وبيجبرها انها تدخل معاه في علاقه بمقابل ان هو ما يحبسهاش لمده اسبوعين زي زمايلها. فبتضطر انا انها توافق وهي حزينه وهي مش قدام اي حل غير كده. وبعد شويه بتطلع انا من المكتب وهي قرفانه من نفسها، وبتستحمى وبتروح على زنزانتها، فبتحاول جيني تخفف عنها وبتفضل جنبها. وبعد شويه بتقابل انا كلودي وبتخليها انها تخفف عنها وبتشربها نوع معين من المخدرات، وبعدها بتحس انها مبسوطه وبتبعدها كلودي انها تحميها. وبيعدي الوقت وكل يوم بيحصل خناقه جديده بين العصابتين، وكل خناقه بتبقى متورطه فيها انا، وبتروح لمدير القسم وبيعتدي عليها تاني وبيقول لها ان هو هيزود لها فتره الحبس لو ما سمعتش الكلام. بتنهار انا يوم عن يوم وبتبدا في تدخين المخدرات، خانق انا مع كلودي لانها بتكون سبب كل المشاكل اللي هي فيها، وبتتخلى كلودي عنها وبتخرجها بره العصابه. الوقت ده بتروح انا تتصاحب على جيني، فجيني ما بترضاش لانها عارفه انها دخلت
واحدة انضمت للعصابة فخايفة انها تبوظها، فبتحس انا انها لوحدها فبتصاحب على المدمنين المعروفين في السجن. فانا بتدي الواحدة فيهم فلوس فبتديها حقن مخدرة فبتحس بالراحة وانها مبسوطة، وبتيجي امها تزورها فما بتكونش مصدقة انا ان امها بالوقاحة دي لانها سبب انها تخليها في السجن، فبتقول لها امها انت كدابة وبتضربها بالقلم على وشها وانها المفروض تكون ممتنة ليه بدل ما تقتله لان هو كان بيصرف عليه. فبتنهار انا وبتقول لها ان هو كان بيغتصبها من وهي عندها 12 سنة، فبتزعق لها والدتها وبتمشي وتسيبها. فبتقول لها انا ما تجيش تاني. وبتستمر انا في تعاطي المخدرات ومن كترها ما بقتش بتحس باي حاجه لدرجه انها كتبت بالسكينه على ايديها كلمه ميته. بتفضل انا تتعرض لعصابات السجن لانها اجدد واحده فيهم. فبتقول لها جيني ان المخدرات هتدمر حياتها. فبتقول لها جيني روح للدكتوره النفسيه بتاعت السجن هتساعدك. بتعرف انا ان جيني كانت مدمنه. وبتروح انا وتعمل خناقه مع العصابه، وبيجي طبعا ايه العساكر يقبضوا عليهم كلهم وبيحبسوها بقى في اوضه لوحدها من غير هدوم لحد ما الجرعه كلها بتروح منها، وبتبقى محتاجه جدا للمخدرات وهي محبوسه. وبعدها بيجي لها مدير القسم وبيطلعها من الزنزانه بمقابل ان هو يخش معاها بعلاقه. بترجع اوضتها وهي منهاره وتعبانه، فبتيجي كلودي طبعا تطمن عليها. فبتحاول جيني انها تساعد انا انها تبطل مخدرات، فانا بتشوف صحابها اللي بيضربوا فتروح تضرب معاهم وترجع لنفس القصه. فبتيجي كلودي تمنعها وبتهددها انها تقتلها لو ما بطلتش، فما بتسمعش الكلام وبتتهور وتكسر ازازه وتحطها على رقبتها وتقول اللي هيقرب منها هيقتل نفسه. وبيجي العساكر ومدير القسم عشان يهدوها. بترجع تاني انا للحبس الانفرادي، وبتقعد في الحبس مده طويله وهي بتتعرض لاعراض الانسحاب. مره واحده بتكسر صينيه الاكل وتقطع شرايينها، وبيسمعها واحد من الحراس وبيتم نقلها لغرفه المنتحرين. وبتخش تفحصها الدكتوره النفسيه فبتقرر انها تقعد اسبوعين في المستشفى. وبعد كده بتبدا انها تهتم بالعلاج وتبدا انها تاخده واحده واحده كده عشان ترجع لعياده. وبتكون الممرضة معاها وبتحاول تساعدها. تخرج انا من المستشفى وبتقدر انها تتعافى من المخدرات، وبيستدعيها مامور السجن وبيقول لها العرض اللي بيعملوه كل سنة، وبيجيب لها آلة اللي تشيل وبيطلب منها انها ترجع تتمرن من تاني. والمساجين بتعرف ان مدير القسم مهتم بيها، بيحاولوا ان هم يكسروا لها ايديها ويعوروها في وشها عشان يبخلوا شكلها وحش. وبتروح انا العادة من تاني، وبيجي مدير السجن بيزورها فبيعرف ان كلودي هي اللي عملت كل ده، وبيلمس رجليها وبتاخد بالها الممرضة ان هو بيتحرش بيها. وبيجي ميعاد عرض المواهب وبتعزف انا على تشيلو وبتأثر بيها كل الموجودين. وبيجي فرانك بيقعد مع انا بعد العرض على طول لوحدهم، وبيقول لها انها هتقعد في جلسة اطلاق شرع غير مشروط الشهر الجاي، وبيقول لها انها لو سمعت كلامها خلاها تخرج من السجن. فبتفرح انا وبتعمله كل اللي هو عايزه وبترجع زنزانتها. وانا حكيت لجيني ان فرانك عايز يخرجها من السجن، قالت لها ما تصدقيش فرانك لانه بيدي وعود كذابة. في تاني يوم بيجي جواب لانا في جلسة اطلاق شرع غير مشروط. فبتفرح انا جدا بس بتكون خايفة ان فرانك يخلف بوعده زي ما جيني قالت لها. فانا بتكرر انها تتكلم مع الممرضة على اللي حصل، فبترد عليه الممرضة وبتقول لها انا هبلغ غريب اللي شغال في منصب حكومه كبير. فبيشوفوا مدير السجن في الكاميرا هما بيتكلموا مع بعض، فبيقرر ان هو ينتقم من الممرضه، فبيخلي 2 مساجين يمسكوا الممرضه ياكلوها علقه موت. فبتفهم الممرضه ان رساله من المامور فبتهدده انها هتبلغ عنه. وبتروح الممرضه تجهز هدومها، واثناء ما هي بتجهز هدومها بتهجم عليها واحده من المساجين وبتقتلها، وده بيكون امر من المامور. وبتشوف انا اللي حصل وبتعرف ان مدير السجن هو السبب، وبتخاف انا وبتروح تطلب المساعده من كلودي. فبتقول لها ان احنا لازم نعمل خطه عشان نوقع فرانك لانه بيغتصب كل البنات اللي في السجن. فبتوافق كلودي وبتدي لها مسجل بتاعها عشان تسجله وهو بيعتدي عليها. وتاني يوم بتروح انا المكتب المأمور وبتقدر انها تسجله من غير ما ياخد باله. وبيجي ميعاد الجلسة وبيطلب المسؤولين من فرانك ان هو يقول رأيه في خروج انا من السجن، وبيشكر فرانك انا بشكل كبير، لكن في نهاية كلامه بيقول انها عندها مشكلة مع السلطة وانها لازم تفضل فترة اطول في السجن. وبتتصدم انا وبتعرف ان جيني كانت على حق، وقبل ما القاضي يرفض انها تخرج من السجن بتطلع الفيديو بتاعها وتوريه للقاضي. وبتتصدم اللجنة كلها وبتأمر الحراس والقبض على فرانك، وبيعتذر القاضي عن اللي حصل لها وبيقرر ان هو يطلق سراحها. واخيرا بتخرج انا من السجن، بتستقبلها والدتها اللي بتكون اعترفت للقاضي ان بنتها مظلومة، وبتكون هي السبب في جلسة اطلاق السراحة الغير مشروط. وبتقدم انا على منحة معهد الموسيقى، وبتخش انا الاختبارات وبتنجح، وبتكون من اشهر عازفين اللي تشيله في العالم.